بالولايات المتحدة الأمريكية. خالد مسعد أيضا بالمكسيك 70، ألمانيا 74، الأرجنتين 78، إسبانيا 82، والمكسيك 86. كان مشارك حكمنا الدولي الأستاذ فلاج الشنار، وفيه بطاقة حمراء. زيدان بياخذ بطاقة حمراء. جاكي بيعطي بطاقة حمراء، ولكن في الدقيقة 25 من الشوط الثاني والمنتخب الفرنسي متقدم باثنين. اهي هذه هي الإعاقة هنا. شوفوا بالقدم كده على فؤاد أنور، وانتبه لك فيها المكسيكي، وفعلا يستحق البطاقة الحمراء في دي. هتقولوا لي ليه؟ هنشوفها بالحركة البطيئة تاني مرة. حط الحذاء على فؤاد أنور، اهو هنشوفها. طبعا هنا فوجئ بقرار الحكم، فوجئ بقرار الحكم. هي هنا واضحة، شوفوا هي تابعوها معايا. هي شوفوا يا اخي، حرام عليك، حرام عليك يا زيدان. ياخذ انذار، ياخذ بطاقة حمراء، وبكده المنتخب الفرنسي بيلعب من الدقيقة 25 ايضا ناقص لاعب، يعني الكفتين الان متوازنة، ويا ليت حصل الطرد هذا في بداية الشوط.